ويا أهلين بهالشب الأكابر الحلو، وصلنا. يلا يا قلبي تعال. أهلا وسهلا. لحظة واحدة حتى أجيب لك أغراضك، رح أجيب لك ياهن كلهم وما رح أترك لك شي. وهي العطر للأطفال والتياب والأكل والألعاب الحلوين. شوف يا روحي، هاي اللعبة كتير ظريفة. وهي صاروا معنا كل الأغراض. شبك يا أخ؟ خير؟ نحن بعزل النهار وأنت مشغل الضو؟ شبك يا أخي؟ أنا عم أحكي معك، أنت ما سمعتني؟ الدنيا نهار وأنت عم تشغل الضو بوشنا؟ هاد موتوري وهاد ضوي، شو دخلك؟ يا جماعة، أنا أخرجيك إمتى؟ اهدى شوي. ميت؟ ميت؟ شو القصة؟ تعال تعال. ليش هيك هجمت عليه؟ طول بالك، ما صار شيء. الطفل الضايق من ضو الموتور، وانت اكيد ما رح تفرق معك. وانا من وين بدي اعرف؟ انت ما بتعرفي شيء، لانه وقت يكون معك طفل صغير انت ما بتديري بالك عليه منيح. انت ما بتعرفي تتحملي مسؤولية طفل صغير، وما بتستاهلي يكون عندك طفل اساسا، وبسببك رح ابني. ومن هون لحتى نلاقي أهلنا هذا الطفل، هو رح يبقى معي أنا. ما بتقربي عليه ولا بتطلعي برات البيت، لأنه أنت أكيد رح تعملي شي مصيبة مثل العادة. كتير عم يقسى بالحكي، مع انه الحق ما كان علي، ومثله عم بتعذب بعد ما خسرت ابني. مفكر ما حدا غيره اللي انكسر، وانا جرحي بعمره ما رح يبرد، واذا ضل هيك اكيد بالاخر رح نترك بعضنا. هذا موبايل. لمين هالموبايل؟ مانو موبايل ميت. مرت عمي استني، في إلك مكالمة على الخط الأرضي. يا صهري ما رح طول. لك شو عم تعملي أنت؟ استنوا، هذا موبايل الخالة باربي، أنا أكيد رح أتصل فيها وخبرها إنه لقيت موبايلها. ما لقيت شي بهذا الموبايل، بس على الأغلب هو اللي رح يدلني على الحقيقة. أنا مجبور أبقى معك يا نيلام، وما رح أتركك، لأني من الأساس انجبرت أني أتزوجك.
لازم أعرف شو اللي جبر ميت إنه يتزوج نيلام بهي الطريقة. واضحة أكيد الخالة بارفي هي يلي أجبرته، وهلأ هذا الموبايل رح يخليني أفهم كل شي صار. شو يا قلبي؟ شو قلي؟ بدك تروح لعند عمه الزعلان؟ قلي بدك تروح لعنده؟ هو بده ياك. وانت شو عرفك انه بده ياني؟ وبعدين شو هاي عمو الزعلان؟ لا عاد تحكي هيك، خلصنا بقى بكفي. على فكرة الطفل تعلم يضل عابس من وراك لأنه ما عم بشوف غير وشك وهو معصب. لازم تنتبه، بالنهاية هذا الصغير أماني عنا. طيب هاتي هاتي، تعال يا قلبي انت تعال. رعاية هالطفل علينا أنا وياك، والمسؤولية رح نتشاركها مع بعضنا. يلا تعال يا روحي تعال، دخيله الشب المدلل دخيله، تعال نقعد شوي هون. أيوه بس لحظة. أيوه دخيله أنا. إيشو هالحلو؟ خلص لا تخاف يا حياتي، أنا على طول رح ضل معك هون وأحميك، وخلص أكيد ما رح أتركك، ما تخاف يا قلبي. نحن رح نحميك يا حبيب قلبي، أنت أكيد رح نحميه سوا. خلص يا روح. ميت شكرا على هذا الحكي. اسمعيني منيح وفهمي اللي رح قلك اياه، الوضع بيناتنا ما رح يتغير. حكي بخصوص هذا الولد وبس، وبما انك انت اللي وقعتي على التعهد فهذا حقك، وانا سبق وقلت لك انك ما بتعرفي تعتني بالولاد الصغار لانه حضرتك ضيعتي ابننا بسبب عنادك. هوس هوس وبصراحة ما بدي أقول للولد يعيش نفس الإحساس اللي أنا عشته بسببك. حضرتك قتلتي فرحة حياتي وكل شي صار من وراكي.